السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من فترة طويلة ما حصلش ان احنا يعني اتقابلنا، واعتقد ان يعني ان الاوان ان احنا نتكلم تاني في مواضيع خاصة بالبيدياتريك انتنسيف كير. وكان سبق لينا ان احنا اتكلمنا قبل كده لو تذكروا عن السيديتيف ايجنتس والوزدرول كموضوع مهم، واتكلمنا بعد كده عن الابديتس في المانجمنت اوف سيبتيك شوك. موضوع النهارده اعتقد لا يقل اهميه يعني عن المواضيع السابقه، وموضوع يعني بالذات في المانجمنت في الانتنسيف كير يونت مهم جدا. يمكن المره دي احنا مش هنسلط الضوء على الموضوع كاملا لان ده هيحتاج محاضرات كتير، وخصوصا الدكتور باسم مشكورا يعني قال ان في حد من اساتذتنا من الزملاء هيتناقش او هيتكلم عن الموضوع يمكن من بعد تاني. لكن احنا النهارده هنهتم به المانجمنت اوف اكيوت سيفير ازمه، اكيوت سيفير ازمه، وممكن نقول الستيتس ازماتيكس بالمعنى القديم اللي بيندرج تحتيها انواع مختلفه من الاكيوت سيفير ازمه. طيب اكيد يعني لما نسمع اكيوت سيفير ازمه كل واحد هيتبادر في ذهنه شكل لمريض ما، و يعني غالبا قليل مننا اللي بينتهي بيه المطاف ان هو يشوف المريض ده في العناية المركزة وانتوبيتد. تمام، فخلينا الاول نتكلم عن انتروداكشن بسيطة عن الازمة او الاكيوت سيفير ازمة او الستيتس ازماتيكس. الـ definition يعني it's acute asthma, asthma exacerbation that does not respond to repetitive or continuous administration of short acting inhaled beta agonist. okay. طيب يعني بالمعنى البسيط حالة known to be asthmatic وجاية الـ ER، وطبعا بالاكزامينيشن بداية يعني في يعني known to be asthmatic و patient distressed. طبعا حسب الـ degree of distress هنتكلم فيما بعد هيبقى المانجمنت ازاي، لكن انت كشيء طبيعي اول ما قالوا asthmatic اول ما هتفكر في الـ bronchodilators والـ nebulizations، وخصوصا ان هو هيكون اكيد الاهل كانوا يعني مثلا البيشنت ده ماشي على بونكو دايليتور وعطوه في البيت عن طريق الانهيلر وجابوا في الاي ار عشان ما فيش ريسبونس. تمام، فعلشان نقول البيشنت ده ان هو اكيوت سيفير ازمه يبقى انا حاولت معاه بونكو دايليشن بالنيبلايزيشنز وهم حاولوا معاه في البيت بالانهيلرز وستيل البيشنت هافينج سيمتومز زي ايه؟ تتفاوت في الدرجه. يعني الويزز طبعا دي من الحاجات اللي اكيد طالما هنقول اكيد في ازمه يبقى اكيد الويزز موجوده، لكن احنا بنتكلم على حاجات اهم هتتطلب الدخول للعنايه المركزه. يعني طبعا علامات الحيويه في المقام الاساسي، الاكسجين والاكسجين ساتوريشن، الهارت ريت، تمام، البلد بريشر، الفيتال ساينز اللي انا المفروض بعملها كروتين لاي بيشنت جاي في الاي ار. تمام، طيب يبقى ده عشان يعني ما نتكلمش في الخطوات اللي جايه، لكن احنا بنتكلم في ده الديفينيشن البسيط بالنسبه للاكيوت سيفير ازمه. طيب ايه الباثوفيسيولوجي بتاع الازمه ان جنرال؟ يعني طبعا مش هنتكلم برضه بشكل كبير قوي في النقطه دي لان احنا يهمنا المانجمنت في الاي سي يو. الازمه ما هي الا تريد اوف 3 يعني ايتمز. الايتم الاولاني اللي هو البونكو كونستريكشن، تمام، الايتم الثاني اللي هو الانفلاميشن، والايتم الثالث اللي هو الميوكس برودكشن. تمام، فيعني ده خلاصه الباثوفيسيولوجي بتاع الازمه. وبالتالي انا علشان امانج الازمه يبقى المفروض بلعب على الثلاثه دول. البونكو كونستريكشن بحاول ان انا اتعامل بالبونكو دايليتوس، الانفلاميشن بحاول ان انا مانج بالانتي انفلاماتوري. معلش ظهر ان كان في مشكله في الكونكشن.
فيبقى احنا قلنا هما ثلاثة في الباثوفيسيولوجي، ثلاثة حاجات انا بتعامل معاهم، الميوكس برودكشن اخر حاجة، الانفلاميشن طبعا، والبرونكو كونستريكشن. وعلى هذا الاساس انا بحاول امانج الازمة بان انا بدي برونكو دايليتور، بحاول ان انا ادي انتي انفلاماتوري او اقلل الانفلاماتوري بروسيس نفسها، وبتعامل مع الميوكس. تمام. طيب ايه الحاجات التانية اللي ممكن يعني يترتب عليها ان البيشنت ده يعني نقول ان هو هيحتاج عناية وما زالت في الباثوفيسيولوجي؟ طبعا من ضمن الازمه نفسها ان بيحصل حاجه اللي هي الهايبر انفليشن اللي بينتج نتيجه للاوتوبيب. تمام. والاوتوبيب ده يعني البيشنت از ريتيننج، يعني هيز تيكينج بريثز اند هيز نوت ايبل تو اكزهيل ذيس بريثز بيكوز اوف ايه، البونكو كونستريكشن. فالفلو بتاع الاير بيترتب عليه الاوتو بيبنج. تمام. والهايبر انفليشن. طيب الهايبر انفليشن ده ممكن ياثر لي ازاي على الهيمودينامكس؟ تمام. هايبر انفليشن ده هيترتب عنه ان انا بزود الانتراثوراتيك بريشر، هيترتب عنه ان انا بعمل يعني سكواشنج للهارت. تمام. بيترتب عنه ان بقلل الفينوس ريتيرن سكندري للسكواشنج للهارت، وبالتالي يبقى ممكن بيشنت ازماتيك بسبب ال increased severity of hyperinflation may lead to hypotension and deterioration. ويبقى ده بنتقال عليه ال cardiopulmonary interaction. تمام. ازاي ان مريض الازمه ممكن الموضوع يوصل لان هو يأثر على الضغط. تمام. طيب ايه تاني يعني ممكن يكون يفسر لي باثوفيسيولوجي؟ احيانا كتير طبعا اللي هو حاجه زي الديساتوريشن، يعني المفروض ان البيشنت يعني الازماتيك مينتيننج هيز ساتوريشن لحد ما يوصل لدرجه ان الساتوريشن بتاعه مثلا وليكن اقل من 92، وده المقياس السيفيريتي عندنا. طب ده بيحصل ازاي ان البيشنت ده بيبقى هايبوكسيك؟ طبعا من ضمن البروسيس اوف ازمه نفسها او باثوفيسيولوجي ان بيحصل element of premature closure and obstruction of alveoli secondary للبرونكوكونستريكشن، فبيحصل الاتاليكتسيس، ودي very common. زي ما في هايبر انفليشن في اتاليكتسيس، وده بيترتب عليه ايه؟ بيترتب عليه ان يبقى فيه في كيو مس ماتش. والفي كيو مس ماتش يعني معناها ان في areas في اللنج بيروح لها البلد لكن مش بيروح لها الفنتيليشن. تمام. وبالتالي بيحصل فنتيليشن بيرفيوجن ميس ماتش، ويحصل وده يفسر الديساتوريشن في حاله الازمه. وبالتالي دول حاجتين بقدر اعرف بيهم ليه الازمه ممكن تبقى سفير وتاثر على الهيمودينامكس. والهايبوكسيا طبعا هتاثر على المينتال ستيتس، وهتاثر على الكونشسنس، وهتزود الاريتابيلتي، وهتزود الهارت ريت. والهارت ريت لما هيزيد هيقل الفيلينج بريشر اوف ذا هارت. تمام. وبالتالي يترتب على كده يعني الفيلينج اوف ذا هارت بيتم ديورنج الدايستول، فلما يكون عندي تاكي كارديا سكندري للهايبوكسيا. تمام. هيترتب عنها برضه نفس الشيء ان هو هيبقى الكاردياك اوتبوت هيتاثر. تمام. نتيجه لان الفيلينج اوف ذا هارت از افكتد، وبالتالي يبقى البيشنت هايبوتنسيف. فالازمه يعني من الحاجات المخيفه جدا بالنسبه لبالذات الاكيوت سيفير او اللايف ثريتنينج ازمه اللي ممكن الانتنسيفست يواجه في العنايه المركزه. طيب يبقى احنا اتكلمنا بالنسبه للباثوفيسيولوجي اوف ازمه، واتكلمنا عن الديفينيشن اوف الاكيوت سيفير ازمه او الستيتس ازماتيكس. مهم ليا جدا اول ما اتعامل مع مريض ازمه اني ابقى عارف هل ده بيندرج تحت الهاي ريسك ازمه ولا لا، او هاي ريسك ازماتيك ولا لا. طيب هاي ريسك ازماتيك يعني ايه؟ يعني المريض ده احتاج ان هو ادميشن يتطلب دخول عنايه مركزه في اللاست يير. تمام. ده من ضمن الفاكتورز المهمه جدا. او ان المريض ده كان عنده يعني او ماشي على كنترولرز للازمه اكتر من 3 كنترولرز. تمام. يعني ومع ذلك اتس نوت كنترولينج ذا سيتويشن، يعني ماشي وليكن مثلا على لونج اكتنج
بيتا 2 اجونست، وماشي على ستيرويدز، وماشي على ماست ستابلايزرز او مونتيلوكاست، تمام؟ فماشي على الثلاثه ومع ذلك جاي بريزنتنج باكيوت سيفير ازمه، فده هاي ريسك جروب. طيب ايه تاني؟ الهيفي يوز اوف بيتا 2 اجونست، يعني هو اصلا في البيت كانوا بيدوا له السالبيتامول مثلا اورلي او تو اورلي، كل شويه بياخد اربعه بابس او سته بابس حسب السيفيريتي، وستيل نوت كنترولينج، تمام؟ او نون تو هاف انافيلاكسيس بيفور، تمام؟ فدول من الحاجات المهمه جدا ان انا اقدر اعرفها. يعني الاب هيجي يقول لي والله ده كان لسه من كام شهر جه وتنوم في العنايه المركزه، فكون ان هو دخل العنايه او احتاج ان هو يدخل العنايه في الهيستوري بتاعه، فده انديكيتيف ان البيشنت ده از هاي ريسك اند اي هاف تو بي فيري كوشس، اند يعني ماي ديسيجن هاز تو بي رابيد اند تيكينج ان كونسيدريشن بريفنشن اوف ذيس بيشنت تو ديتيريوريت and to be readmitted to intensive care unit. تمام؟ فقلنا ان هو يكون عنده history of recent admission في العناية، تمام؟ ICU، او ان يكون عنده قبل كده يعني كان عنده tendency for usage of beta 2 agonist بشكل متكرر ومستمر على مدى قصير، او ان يكون حصل له anaphylaxis قبل كده، تمام؟ او ان هو ماشي على controllers اكثر من ثلاثه كنترولز، تمام؟ يبقى ده بيندرج تحت الهاي ريسك جروب. طيب انا بقى كاكزامينيشن ازاي اقدر اقول البيشنت ده والله هو ده حسب الكاتيجورايزيشن المعروف، ان هو هل ده لايف ثريتنينج ازمه ولا ده اكيوت سيفير ازمه ولا ده مودريت ازمه. وطبعا يعني هتلاقي فيه الكرايتيريا اوف ديفرنشيشن او كلاسيفيكيشن بتتشابه بحد كبير بينها وبين بعضيها، في سواء كان في البريتش ثوراسيك سوسايتي او في الـ او في الجينا جايد لاينز، تمام؟ ف اللي بيحدد في الاساس الكلاسيفيكيشن، ايه اللي بيحدد الكلاسيفيكيشن في الاكيوت سيفير ازمه؟ اللي بيحدده طبعا الفيتال ساينز، تمام؟ يعني بمعنى بسيط، انا البيشنت جالي طبعا شايف بالاكزامينيشن قدامي ان اذا كان هو وركينج هارد بريسيسنج، تمام؟ قدرت ان انا اعد ريسبيراتوري ريت طبعا اكوردنج تو ذا ايج، شايف البلس اوكسيمتر شوينج ساتوريشن، يعني لو ساتوريشن وليكن 88 85 حاجه زي كده، شايف الولد نفسه irritable او عنده disturbed consciousness. فدي كلها يعني فاكتورز على اساسها قدروا يحددوا. طبعا الكلاسيفيكيشن ده وارد جدا ان اللي جاي لك باكيوت سيفير ازمه وهو عندك في الاي ار يتحول الى لايف ثريتنينج ازمه، تمام؟ وارد جدا اللي كان لايف ثريتنينج لما انت تستارت المانجمنت، تمام، يتحول الى الدرجه الاقل اللي هي الاكيوت سيفير ازمه او المودريت ازمه، تمام؟ فالتشينجز طبعا يعني بتبقى وفقا ل how you are managing and how you are assessing، تمام؟ طيب لو هنتكلم على اللايف ثريتنينج، عشان دي هي غالبا اللي بتنتهي بيها بينتهي بيها المطاف في العنايه المركزه، ايه الفاكتورز اللي اقدر اقول على اساسها ان ده لايف ثريتنينج ازمه؟ طيب هنقول ان البيشنت ساينوزد، تمام؟ ساينوزد يعني انا بتكلم دلوقتي في بيشنت ساتوريشن بتاعه اقل من 92، تمام؟ طيب المونيتور شوينج ساتوريشن، وطبعا لازم اتاكد يعني كلينيكالي والمونيتور، عشان كتير قوي بيحصل ان احنا يعني بنهمل الحواس اللي ربنا اداها لنا ويبقى في مشكله ارتيفاكت من المونيتور وانا قاعد اقول ده ساتوريشن، اللي هو اصلا البلس اوكسيميتر نوت بروبرلي كونكتد، لان ده موضوع مهم يفرق معايا، تمام؟ فهو شكله كلينيكالي داسكي، المونيتور شوينج ساتوريشن على اللور سايد، تمام؟ البيشنت از وركينج هارد تو تيك هيز بريك، تمام؟ الاكزوشن يعني كمان مش بس وركينج هارد، ده بدا البيشنت ده يوصل لمرحله ان بدا بعد ما كان تاكيبنك، لا ده بقى كانه برادبنك، تمام؟
البيشنت وصل لمرحلة ان هو بقى فاتيج. طيب ايه كمان في اللايف ثريتنج؟ البيشنت يعني بدأ يبقى زي ما قلنا ديستربت كونشسنس، اريتابل او بيهلوس او بيخرف، يعني مش على طبيعته من ناحية الكونشسنس، وده سبب الهايبوكسيميا والريتابيليتي السكندري كده. طيب البيشنت بحط السماعة على صدره، بحس ان انا مش سامع ويزز، هو ده ازماتيك ولا مش ازماتيك؟ طبعا اتس ا فيري دينجرس ساين ان انا البيشنت وصل لدرجه البرونكوسبازم، ان مفيش فلو اصلا. ما هو اللي بيعمل الويز ده يعني هي ميكانيكس، يعني الفلو في اوبستراكتد او في نارود تيوبس هو اللي بيعمل صوت الويزز. طب فرضا ان انا وصلت لدرجه ان النارونج فيري سيفير وان مفيش فلو عشان يعمل الصوت ده، وبالتالي بقى سايلنت شيست، تمام؟ ودي اتس ا فيري دينجرس ساين. طيب يبقى ده بيشنت طبعا اول ما يجي في بالي انا طبعا اول ستارت المانجمنت، يعني ابسط حاجه هو الدي ساتوريتنج، هحط الاكسجين تمام، وهبدا اتعامل بالبونكو دايليتورز باك تو باك وهكذا، وهنتكلم على اللاينز اوف تريتمنت. بس لازم ابقى عارف انا بتعامل مع ايه، يعني الكير اللي هديه لبيشنت زي ده يختلف تماما عن بيشنت تاني، تمام؟ يعني الكونشسنس بتاعه از اكسبتبل، تمام؟ هيز تراينج تو يعني اكزيرت ايفورت لكن لسه نوت يت اكزوستد، تمام؟ طبعا من الحاجات برضو من اللايف ثريتنينج ان يكون هايبوتنسيف، يعني انا قلنا بنقيس العلامات الحيويه فلقيته هايبوتنسيف، وزي ما قلنا ليه تفسير الهايبوتنشن ده تفسيره ايه، تمام؟ قلنا الهايبوكسيميا، التاكيكارديا، الهايبر انفليشن والاوتو بيبنج، دي كلها حاجات بتعمل بتقلل الفينس ريتيرن وبتسبب ان البيشنت ده يكون هايبوتنسيف، تمام؟ طيب الكير زي ما قلنا اللي هندي لي البيشنت ده غير البيشنت الاكيوت سيفير ازمه، ده بيشنت يعني اهو درجه اقل شويه، تمام؟ بيكون يعني هم حددوها في البريتش ساتيك سوسايتي، قال مثلا والله لو هو من 2 ل 5 سنوات الار ار او اسبيرتي ريت اكتر من 40، ولو هو اكتر من 5 سنوات الاسبيرتي ريت اكتر من 30، لو الهارت ريت اكتر من 125 من سنتين لخمس سنوات، او اكتر من 140. ف ده بالنسبه لاكتر من 5 سنوات. فطبعا يعني هو برضو زي ما قلنا الكلاسيفيكيشن او الكلاسيفيكيشن اوف سيفيرتي بيزد على الفايتلز في المقام الاول، ووفقا للسن بقدر احدد اذا كان يعني معناها تاكي كارديك او تاكيبنيك to what degree اللي تقدر تستدعي انتباهي واقول ان البيشنت ده هيز هافينج اكيوت سيفير ازمه، تمام؟ ده من الحاجات برضه اللي قالوها ان ability to complete one sentence in one breath، تمام؟ يعني قاعد ياخد نفسه كل ما يقول كلمه، او حتى في نص الكلمه مش قادر يكمل الجمله، تمام؟ طيب هيبقى احنا دول التو يعني تايبس اوف ازمه اللي احنا بنتعامل معاهم، سواء اللايف ثريتنينج او الاكيوت سيفير ازمه، اللي يهمني جدا ان انا اركز عليهم بحيث ان المانجمنت بتاعي هو ده اللي هحتاج اكونسيدر اي سي يو ادمشن. طيب والساتوريشن بالنسبه للاكيوت سيفير ازمه هيكون اكتر من 92، لكن في حين ان في اللايف ثريتنينج ازمه يكون الساتوريشن اقل من 92%. طيب انا دلوقتي ايه اللي هيقول او هيحدد على اساسه ان انا هدخل البيشنت ده البي اي سي يو، وان اي مي كونسيدر انتيوبيشن او نون انفيزيف فنتيليشن فيرست اند ذن انتيوبيشن لو فيلد نون انفيزيف، يعني اللي هيحدد الفيجرس مانجمنت، تمام؟ ال worsening of hypoxia، يعني انا البيشنت ده حطيته على اكسجين، اديت باك تو باك سالبيتامول وايبوتروبيوم، والبيشنت ستيل هايبوكسيك، تمام؟ مش بس ستيل هايبوكسيك، لا ده ساتوريشن دروبينج، يعني بادئ بساتوريشن 88 مثلا، لقيت ان الساتوريشن بينزل ل 81 82 ان سبايت اوف اوكسجينيشن وبرونكو دايليشن وكل الايجنتس اللي انا بديها الميديكال تريتمنت. طيب ايه تاني؟
وده مش روتين في كل حالات الازمه، ان انا اعمل بلاد جاز. تمام، طبعا انا بعمل بلاد جاز اكتر في حالات الاكيوت سيفير واللايف ثريتنينج، لان ده هيحدد على اساسه الانترودكشن اوف نون انفيزيف فنتيليشن او فنتيليشن. لقيت ان في هايبر كابنيا. تمام، والهايبر كابنيا مش بس هايبر كابنيا، هايبر كابنيا ومعاها افكشن في البي اتش، يعني بمعنى اخر ريسبيراتوري اسيدوسس. تمام، طيب still the patient consciousness level is affected وستيل افيتابل. تمام، دي من ضمن الحاجات اللي برضه بتنديكيت ان البيشنت ستيل ديستريس. واخيرا الحاجه اللي بتحدد ان البيشنت يدخل الاي سي يو، ان بيكوز اوف اكزيرشن والاكزوشن اوف اول ريسبيراتوري ماسلز البيشنت ماي جو تو ابنيا اند ريسبيراتوري ارست. تمام، يعني اول من الحاجات اللي انا مهم ليا جدا اعرفها ان البيشنت الازماتيك، يعني اول درجه بيبقى هو تاكيبنيك، وحتى في البلاد جاز بتاعته بيبقى في ريسبيراتوري الكالوزس وبيحاول ان هو هايبر فنتليت. بعد كده بيبدا يدخل في الستيج الثانيه الخطيره، ان هو بدا يبقى اكزوستد، فبدا يريتين سي او 2. يعني بعد ما كان البي سي او 2 على اللور سايد، لا ده بقى البي سي او 2 على الهاير سايد، وبدا كمان البي اتش تبقى افكتد. تمام، وده معناه ان البيشنت ده، يعني انا لو فرضا عملت البلاد جاز ولقيت فيها البيكشر دي، معناها ان الخطوه الجايه ان البيشنت هيدخل في ريسبيراتوري ارست. بمعنى اخر انا مش المفروض استنى لحد ما البيشنت يدخل في ريسبيراتوري ارست، اي هاف تو بريدكت بيفور هي جوز تو ريسبيراتوري ارست، لان غالبا الريسبيراتوري ارست في الازمه بيكون اسوسييتد وذ هيموداينامك انستابيليتي ودروب اوف بلاد بريشر وهايبوتنشن. تمام، فده من ضمن الفاكتورز اللي انا قلنا مش هنستنى، ولكن اي هاف تو كونسيدر ادميشن تو البي اي سي. طيب اتكلمنا عن الفاكتورز. طبعا احنا كمانجمنت علشان نبقى عارفين برضو ان المانجمنت اوف ازما از ا ميديكال مانجمنت. تمام، والانتوبيشن والفنتيليشن اتس ا سبورتيف مانجمنت. تمام، فعمر ما تتخيل ان هو والله احنا فشلنا في الميديكال فندخل على الفنتيليشن والسبورتيف فنتيليشن فده البديل. هو مش بديل، احنا ستيل بالكونتينيو لحد ما البروسيس نفسها تبدا تستجيب، وبالتالي اشيل البيشنت من سواء على جهاز التنفس او من على النون انفيزيف فنتيليشن. تمام، طيب المانجمنت الاساسي اللي بيتمحور حواليه المانجمنت في ازمه قلنا قايم على الباثوفيسيولوجي، احنا عندنا انفلاميشن وعندنا برونكو كونستريكشن وميوكس برودكشن. طيب الفيرست لاين اوف مانجمنت، تمام، طبعا ان انا اوفر اوكسجين عشان دي ساتوريتنج، فاول حاجه بعملها ان انا باوفر اوكسجين. تمام، والبيشنتس الازماتيكس دول بيبقى عندهم اليمنت اوف بلمونري هايبرتنشن. تمام، فذي ويل نوت توليريت الهايبوكسيميا. يعني ببساطه شديده جدا ممكن البيشنت ده مع يعني ازماتيك وكرونيك بيشنت، فيبقى عنده حتى الار في ديسفانكشن سكندري للبلمونري هايبرتنشن. فمهم جدا لان الهيمودايناميكس هتبقى افكتد لو اي ام نوت اوفرنج اوكسجين، لان الاكسجين ده بياكت از بلمونري فازو دايليتور، وبالتالي هيقلل البلمونري بريشر وهيحسن بالتالي السيركيوليشن والكواليتي اوف هارت بامبنج والكلام ده كله. تمام، فمهم ان انا اي اوفر اوكسجين. تمام، الاوكسجين كلمه بنقولها اول حاجه دايما في المانجمنت، لكن لازم نعرف اهميتها هنا ايه بالظبط في حاله الازمه بالذات. تمام، يعني انا ممكن اكسبت في اي بيشنت تاني لوور ساتوريشن، لكن في الازماتيك بيشنت وذ هيز كرونيك كونديشن اي هاف تو دايما ايم فور اوكسجين ساتوريشن 92 اند ابوف. تمام، طيب يبقى الفيرست لاين اوف مانجمنت اوكسجين. تمام، وده اللي انا بعمله في الدي ار. بعد كده ابدا طبعا بالبيتا 2 اجونست البونكو دايليتوس، واول حاجه بعملها ان انا بعمل باك تو باك. باك تو باك يعني بفضل ادي فريكونت نيبولايزيشنز حتى لو ما فيش النيبولايزر موجود، والاهل المفروض ان هم يبقوا تريند ان هم يدوا فريكونت بافس اب تو 8 او 10 بافس حتى في باك تو باك within less than 8 or 10 minutes. يعني انا بخلص بدي بافس متكرره واشوف الريسبونس حتى في ربع ساعه. تمام، طيب وده اللي انا بعمله برضو، ان انا بدي continuous nebulizations في ال ER of salbutamol solution. تمام، diluted في saline، واكيد كلنا واجهنا القصه دي وعملناها. طيب انا دلوقتي اديت البرونكو دايليتور البيتا 2 اجونست السالبيتامول، وبأسس
برضه الامبروفمنت. لا لقيت البيشنت لا ستيل سيفير ووركينج هارد، طيب ادخل الايبوتروبيوم تمام معاه. طيب عملت الاثنين وستيل تمام. طبعا لازم اكونسيدر الاستيرويد، حتى يعني غالبا البيشنتس اللي هو جاي ببيكشر اكيوت سيفير ازمه الاستيرويدز يعني مانداتوري تمام. ده اكيد هم ادوا في البيت البرونكو دايليتورز و didn't work، و يعني لازم في الحاله دي انك انت تكونسيدر الاستيرويد تمام. والحاجه الوحيده اللي بتفرق فعلا في الهوسبيتال ستاي او ان يحدد على اساسها الهوسبيتال ادميشن من عدمه تمام، هو الايرلي انتروداكشن اوف ستيرويد في البيشنت الازماتيك تمام، لان ده اللي هيفرق معاك في الانفلاماتوري بروسيس اللي هي اصلا قوام الازمه تمام. وعشان كده في كتير قوي في الاي ار نفسها يعني حتى ان هم بيدوا الاستيرويد يعني، يا اما مثلا البريتنسلون هتلاقي مثلا في الثوراكيك سوسايتي بيقول البريتنسلون اورال تمام، او لو ما كانش طبعا هو بيدور على حاجه ليس انفيزيف على اساس افرض ان البيشنت شود امبروفمنت، فيبقى بالتالي قلل الاكسبوجر للانفكشن ان انا اركب كانيولا وابدا سيستميك ستويد. فممكن جدا ادي سيستميك ستويدز اورال لو البيشنت يعني شايف ان هو كان توليريت الاورالي، في بيدوا البريدنيسيلون، في بيدوا الديكساميثازون تمام، وبالاضافه للبونكودايليتوس، ونبدا نويت فور ريسبونس في الاي ار. كتير قوي من الحالات بعد ما كانت جايه بشكل مثلا اكيوت سيفير ازمه تبدا تريجريس اوفر النكست 2 او 3 اورز، ويبدا يبقى في امبروفمنت. وبعد ما كنا بنتكلم في ان البيشنت ده محتاج هاي ديبندنسي يونت او بي اي سي يو، لان ممكن نقول ان هو محتاج جنرال وورد او محتاج متابعه في الاي ار، لان الاستجابه للاسترويدز بتحدد الى حد كبير قوي الشكل النهائي اذا كان البيشنت هيحتاج ولا لا تمام. طيب فرضا ان البيشنت لا هي will not be able to take orally، او ان انا شايف ان في خطوره ان هو ياخد orally، فممكن نسكيور كانيلا وندي الميثايل بريدنيزولون تمام او الهيدروكورتيزون حسب البروتوكول المتبع في المستشفى. فال early introduction of steroids هو اللي بيحدد الهوسبيتال ستاي واللينث اوف هوسبيتال ستاي، وحتى اذا كان في احتياج ان هو يكمل او يدخل او لا. طيب ايه الحاجات التانية اللي احنا ممكن نستخدمها لو شايفين ان ستيل مفيش امبروفمنت في الوقت الحالي؟ بيعتبر السكند لاين تريتمنت من الحاجات اللي داخله بقوه، وكان عليها في الاول كلام يعني كان دورها كان متاخر شويه في المانجمنت، لكن دلوقتي بقى من الحاجات الاساسيه على طول بعد البونكودايليتوس البيتا 2 اجونست وبعد الاستيرويد الاي المغنيسيوم صلفيت. والمغنيسيوم صلفيت من الحاجات اللي فعلا بتفرق لحد كبير جدا بالذات في المودريت وسيفير ازمه اذا كان البيشنت برضه هيحتاج اي سي يو ولا لا. في حالات كتير جدا بتريسبوند للمغنيسيوم صلفيت بشكل يعني دراماتيك تمام. فالمغنيسيوم صلفيت الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان هو بيقلل الانتراسيلولار كالسيوم، وبالتالي بيقلل البرونكو كونستريكشن او بمعنى اخر بيقلل البرونكو دايليشن، وبيقلل او بينهبت الماست سيل ديجرانيوليشن تمام تو ادميشن باي ذيس ميكانيزم تمام. المغنيسيوم صلفيت بيتاخد في الاي ار ليه طريقه، ان انا بعمل حاجه ظريفه جدا بدي ستات دوز، ادي بولس دوز يعني اوفر هاف ان اور. فاوفر هاف ان اور بدي المغنيسيوم صلفيت، وبعديها في خلال يعني مده بسيطه جدا في خلال يعني اقل من ساعه ببدا الاحظ الامبروفمنت وانا باسس البيشنت كلينيكالي تمام. لو لقينا ان في ريسبونس للمغنيسيوم صلفيت ففي طريقتين، يا اما ان انا اكمل عليه مثلا 6 اورلي بيبقى الدوز من 30 ل 50 مللي جرام بير كي جي تمام، واكمل عليه 6 اورلي الماكسيمم ديلي دوز 2 جرامز تمام، او ان انا ابدا انفيوز المغنيسيوم صلفيت كانفيوجن برضه بريت اوف 30 ام جي بير كي جي بير اور تمام.
وببدا بعمل حاجه ليفلنج بعديها بست ساعات، بشوف التارجت بتاعي المغنيسيوم سلفيت او المغنيسيوم ليفل في البلاد المفروض يكون من 1.5 ل 2.5 مللي جرام بير ديسيليتر. وبالتالي ده هو الرينج اللي المفروض الازماتيك رينج يكون فيه. يعني الرينج الطبيعي عندنا في المغنيسيوم المفروض يكون اراوند 1، لكن انا بتارجت هاير رينج عشان اتشيف البرونكو دايليتور افكت بتاع المغنيسيوم سلفيت. تمام. ومن الحاجات اللي احنا عندنا في بصراحه في المستشفى في الرويال هوسبيتال، من الحاجات اللي انا شفتها بتعمل نتائج هايله مع حالات كتيره جدا، وفعلا بيبقى في الاول البيشنت امبريشن ان هو محتاج اي سي يو، وبعدين بياخد المغنيسيوم سلفيت بنقول لا والله ده محتاج الهاي ديبندنسي يونت مش محتاج الاي سي يو، او كتير يقولوا يعني نيجوشيت علشان البيت سيتويشن، فيبقى في نيجوشيشن البيشنت از ان نيد فور اي سي يو، طب اديته مغنيسيوم؟ لا لسه ما اديناش، طب ادوا ونأسس، وفعلا بيجيب نتائج كويسه جدا. تمام. طيب ايه الحاجات اللي احنا بنديها دلوقتي؟ الاي في سالبيتامول من الحاجات اللي برضه هتلاقي في البريتش ثوراتيك سوسايتي، يعني بيقول والله لو ما كانش فيه ريسبونس للنيبولايزيشنز والايبوتروبيوم والستيرويدز، يعني برضه كان بي جيفن از بولس 15 مايك بير كي جي بير دوز. تمام. اوف اي في سالبيتامول، وان كان للامانه برضه احنا مش كومنلي قوي يوزنج، يمكن حتى يعني الرول اوف اي في سالبيتامول ريجريسد قوي، خصوصا ان المغنيسيوم دلوقتي افيلبل ونتائجه هايله. تمام. يمكن الاي في سالبيتامول بنسبيرت لبعض الحالات اللي بتبقى سيفير جدا، ويبقى صعب ان احنا ندي البيشنت نيبولايزيشنز زي الحالات اللي بتحتاج مثلا الهاي فريكونسي فنتليشن، فبالهاي فريكونسي بيبقى صعب جدا ان احنا نعمل نيبولايزيشنز، فبنستعيد عنه بان احنا بندي الاي في سالبيتامول. وطبعا الاي في سالبيتامول برضه السايد افكت السيستميك سايد افكتس بتاعته كتيره، وعشان كده هو مش فيرابل دراج، ويستحسن او يفضل يعني ان احنا ما ندوش خالص غير في العنايه المركزه. وغالبا البيشنت اللي بيوصل للاي في سالبيتامول بيكون يعني زي ما قلنا بيشنت فنتليتد، و يعني مش قادر ان انا اديله النيبولايزيشنز، لدرجه ان كان في ناس كتيره بتقارن بين البونكو دايليشن او البونكو دايليتد افكت اوف اي في سالبيتامول فيرسس النيبولايزد سالبيتامول، وقالوا ان مفيش يعني ماتش ديفرنس، وان اللي كان بي اتشيفد باي نيبولايزيشنز از ذا سيم ويتش كان بي اتشيفد باي اي في سالبيتامول. تمام. طيب ايه الحاجه الثانيه في السكند لاين اوف تريتمنت اللي احنا ما بنحبهاش خالص بقى؟ اللي هو الامينوفيلين. تمام. الاي في امينوفيل، وطبعا ده ممنوع منعا باتا يتاخد خارج العنايه المركزه، وللاسف الشديد من المال براكتس اللي عندنا في مصر وفي البرايفت ان كتير من الحالات في البيت هتلاقي الطبيب بيكتب لهم الامينوفيلين او سيفيلين او الدانسينز عامه في البيت. تمام. ودي بصراحه جريمه يعني، لان دراج فيري نارو سيفتي مارجن. تمام. ولوت اوف سايد افكتس، يعني الهايبر اكسايتابيلتي، كونفالجنز، اريزمياز، جاستريك ابسيت اب تو السرز. تمام. ف يعني لا يستحسن او ممنوع منعا باتا ان احنا ندي امينوفيلين، سواء بقى بالصوره الاي في او بصوره الاورال حتى في وكذلك الحال بالنسبه للسالبيتامول. السالبيتامول كابسوربشن وكسيستميك افكت لما بيتاخد اورال ملوش اي يعني دور ضعيف جدا، والنيبلايزيشنز هو الميثود اوف تشويس. الاورال ده حاجه فاشله جدا، ويجب في الاطفال ان ما نستخدمش السالبيتامول في الصوره او صوره الشراب. تمام. طيب يبقى ده بالنسبه للسكندري. طبعا الامينوفيلين زي ما قلنا لازم يكون في العنايه المركزه، ولازم اكون استخدمته. طبعا الرول بتاعه اجريسد جدا بسبب النارو سيفتي مارجن وبسبب السايد افكتس الكتيره، فبستخدمه بسبيريت في الاخر خالص لما اكون والله جربنا الاي في ماجنيسيوم والاي في سالبيتامول، فافكر في الامينوفيلين. وللامانه برضو في بعض الحالات يعني بت لايك الامينوفيلين، بت ريسبوند ويل للامينوفيلين، ففي تفاوت في الحالات، بالذات احنا شفنا حالات البونكولايتس اوبليترانس دي من الحالات اللي كانت يعني اكتر من حاله كانت بتستجيب جدا. يمكن ما فيش عندنا ستاديز اتعملت تحديدا في اذا كان والله النوع ده من الحالات بيحتاج الامينوفيلين ولا لا، بس هي ملحوظه لاحظناها في شغلنا،
بتستجيب كويس جدا على الامينوفيل. طيب الثيرد لاين اوف تريتمنت طبعا الحاجات الادفانسد، يعني ساعات يمشوهم على الكيتامين، طبعا ده بيبقى مع بيشنت اوريدي ميكانيكالي فنتليتد، او الفولاتايل انستيزيا، او حاجه اسمها الهيلوكس، تمام، وده عباره عن الهيليوم مع الاكسجين. وبرضه الحاجات دي مش عليها ستاديز كافيه ومش ايفيدنس بيست حتى الان. واخيرا لما بنفيل في الميكانيكال فنتليشن وبنفيل في النون انفيزيف والسبورتيف مانجمنت، من ضمن الحاجات ان احنا بنحط البيشنت على الايكمو، تمام، طبعا فيري ادفانسد ستيب في المانجمنت اوف اكيوت سيفير ازمه. طيب انا دلوقتي في البيشنت زي ما قلنا جربنا معاه الميديكال تريتمنت، وان سبايت اوف كل الميديكال تريتمنت اللي عملناه ده ستيل البيشنت ذا سيم لايف ثريتنينج، يعني البيشنت هايبوكسيك دي ساتوريشن، في هايبوتنشن، في تاكي كارديا، في ريتابيليتي او ديستربت كونشسنس، وفي اكزوشن. فالوضع في الوقت ده انا اي هاف تو كونسيدر يا اما ان انا ابدا الاول ترايل اوف نون انفيزيف فنتيليشن، بس كون ان انا احتاجت نون انفيزيف فنتيليشن يبقى اي هاف تو كيب ان اي اون ذا بيشنت، لان ذيس بيشنت مي نيد ات اني تايم انتوبيشن. فالنون انفيزيف فنتيليشن المفروض لو البيشنت والله في خطر عليه يبقى لا ما نديش ترايل، لكن لو انا شايف ان البيشنت ممكن اديله ترايل وانا يعني اي هاف كلوز اي اون هيم، وان انا يعني في اي وقت ممكن اكونسيدر انتيوبيشن، بس ادي له ترايل اوف نون انفيزيف، لان في كتير حالات بتتحسن جدا على السيباب او على البايباب، تمام. والفكره ان ان انا لما بدي البيشنت اكسترنسيك بيب ده بيديكريز الورك اوف بريثنج وبي اوفركم الاوتو بيب. كمان مود زي المود الباي باب بيعتمد على ان انا بحسن التايدال فوليوم للبيشنت، وبالتالي بقدر اوش سي او 2 وبتغلب برضه على الاوتو بيبنج، وبدي للبيشنت سبورت فبقلل الاكزوشن اللي عنده واليوز اوف اكسسوري ماسلز والكلام ده كله، وبيحسن الاكسجينيشن وبيقلل الاتاليكتسيس اللي هي بتكون برضه بارت اوف باثوفيسيولوجي من اللي بيحصل في الازمه، تمام. طيب انا اديت الباي باب ايمينج في ان انا احسن الريسبيراتوري ايفورت، وايمينج في ان انا اوش اوت السي او 2 او يعني اقلل السي او 2 ومنتين الهيموداينامكس، ولكن مع كل ده مازال البيشنت نفس الحاجه نوت شوينج امبروفمنت، وستيل البلاد جاز بتاعتي اسيدوتيك، وبدا احس ان البيشنت مازال تاكيكارديك وممكن يكون في خطر عليه، تمام. يبقى في الحاله دي يعني شر لابد منه، وانا لازم يعني اللي اشتغل في العنايه وتعامل مع حالات الازمه لازم يعرف ان intubation of asthmatic patient is يعني a very hard decision to be taken. ليه بقول كده؟ لان it's a nightmare لما تحط patient، يعني لو انت تتخيل البيشنت الازماتيك اسوأ تجربه ليه على الاطلاق ان يبقى فيه تيوب in his mouth. هو ده واحد عنده اصلا اي حاجه بتخليه يدخل في برونكو سبازم، فعشان يبقى فيه تيوب، فعشان كده الفنتليشن اوف ازماتيك بيشنت از فيري ديفيكلت، والسيديتيف ايجنتس بتاعته بيحتاج سيديشن عالي جدا، تمام، فبيبقى بصراحه معاناه. وبعدين البيشنت ده كل ما يستراجل على الفنتليتور كل ما يكون تندنسي فور الباروتروما، وطبعا بيترتب على كده ان البيشنت بمجرد ما بيحصل نيموثوراكس او باروتروما مع الاوتو بيبنج اللي عندك كمان ده على طول بتلاقي الضغط بتاعك بينزل وممكن ليد اب تو ارست. عشان كده يعني بليز when you consider intubation for asthmatic patient يعني you have to ask yourself many questions، تمام. Have I tried all the medical treatment available? Have I tried the non-invasive properly? تمام؟ Is there any chance not to intubate? تمام؟ فوالله لا لقيت ان مفيش وان انا حاولت وهيبقى في خطر، خلاص هنلجأ للشر اللي لابد منه آملين ان يبقى في تحسن. طيب انا علشان افنتليت asthmatic patient في حاجة مهمة جدا لازم اعملها، في حاجة اسمها rapid sequence intubation. يعني ايه rapid sequence intubation؟ يعني انا البيشنت ده انا بحاول قدر الامكان ان انا اقلل من اليوز اوف الامبو باجنج او البوست بريشر امبو باجنج، تمام. بحاول قدر الامكان ان انا سيديت هيم فيري ويل، هايبر اكسجينيت الاول عشان قلنا ان البيشنت ده عنده
بيبقى في element of pulmonary hypertension وممكن يبقى hemodynamics affected، فلازم هايبر اوكسجينيت الاول. والهايبر اوكسجينيشن يفضل ان ما يكونش بالامبوباج، يفضل ان يكون في حاجه زي السيلف نون بريثنج ماسك، تمام، او بالهاي فلو نيزل كانيولا، بزود جدا الفلو بتاع الاكسجين قدر الامكان بحيث ان انا هايبر اوكسجينيت. ولازم البيشنت ده يبقى سيديتد. من الحاجات اللي انا بستخدمها كسيديتيف ايجنت مهم جدا الكيتامين. الكيتامين مزاياه كتير، اولا ان هو زي ما قلنا ليه برونكوديليتور افكت، ليه السيديتيف افكت، لكن زي ما ناقشنا قبل كده قلنا الكيتامين فيه بعض العيوب اللي ممكن يكون يعني لازم اي تيك ان كونسيدريشن. الكيتامين ممكن يعمل لارينجيوس سبازم في بعض الحالات، الكيتامين طبعا بيزود السكريشنز، تمام، لكن هو الدراج اوف تشويس في السيديتيف ايجنتس. في ناس بتقول برضه الفينتانيل كان بي كونسيدر، لكن طبعا افويد المورفين لان المورفين بيزود الماست سيل ريجونيليشن ويعمل مور اوف وسنينج وبونكو كونستريكشن والكلام ده، تمام. طيب وايه تاني؟ ولازم استخدم نيو ماسكولار بلوكر، تمام. نيو ماسكولار بلوكر يعني باراليتيك ايجنت زي ايه؟ زي ال اوكرونيوم، او احنا في مصر كنا بنستخدم بانكرونيوم على ما اذكر في سيسات الاوكرونيوم، يعني الحاجات دي كلها من النيو ماسكولار بلوكر، تمام، اللي المفروض ان انا اكونسيدر في حاله الرابيد سيكوس انتوبيشن. احاول قدر الامكان ان انا زي ما قلنا اتجنب الامبوباجي، احاول ان انا يعني اسبيريت الجاستريك كونتنتس كلها. وليه بنقول نحاول اتجنب الامبوباجي؟ البيشنت عنده اوريدي اوتوبيب، فاي امبوباجنج ده هيزود وهيوصل الكونديشن بيفور prior تو انتيوبيشن، تمام. طيب البيشنت خلاص حطينا التيوب، طبعا لازم وانا بحط التيوب اختار التيوب اللي اضمن بيها ان ما يكونش فيه اي ليك، تمام، في حالات الازمه، خصوصا ان انا محتاج ان انا احافظ على الضغط بتاعي واحاول ان انا اتجنب كل ما يكون فيه ليك، كل ما معناها ان انا هحتاج ان انا يعني ادي بريشرز عاليه واي هاف تو افويد، وكل ما انا كده مش بفنتليت البيشنت بروبرلي، وبالتالي ممكن يكون الفنتليشن نفسه بسبب التيوب سايز ما يكونش بروبر فنتليشن، يؤدي الى مشاكل ثانيه ويزود الفتره اللي البيشنت هيقضيها على الفنتليتور. فمهم قوي ان انا كونسيدر السليكشن اوف اللارجست تيوب بوسيبل فور ذا بيشنت علشان اقلل الاير واي ريزيستنس، تمام. طيب لما احط البيشنت على الفنتليتور بعمل حاجه اسمها اللانج بروتكتيف ميجرز او اللانج بروتكتيف استراتيجي، يعني بمعنى ايه؟ يعني اي هاف تو اوفر اللوست اف اي 2 which is achieving الساتوريشن اللي هو اكتر من 92، تمام. يعني البيشنت والله اول ما بدات ب 100%، يبقى بفضل انزل بالاف اي 2 لحد ما اوصل للساتوريشن اللي قدامي، والله اللي حققته ب 25% كان بيها، حققته ب 30، حققته ب 40، بس اهم حاجه ان انا بدي اللوست اف اي 2 which achieves الايه الاكسبتبل ساتوريشن اللي هو 92. طيب ايه تاني؟ انا لو انا قدامي الفنتليتور دلوقتي وبفكر في البارامترز اللي انا بستخدمها في الفنتليتور، يبقى اتكلمنا على اف اي 2. انا كمود اوف فنتيليشن، عشان الموضوع ده موضوع يعني مساله فيها جدل كبير وديبيت كبير، هل نستخدم البريشر كنترولد فنتيليشن مود ولا الفوليوم كنترولد فنتيليشن مود، تمام. وهتلاقي يعني احنا لما كنا الفتره اللي كنت في مصر وكان الكلام دايما ان لا الفوليوم احسن من البريشر، وهتلاقي ناس تانية بتقول لا والله ده البريشر احسن من الفوليوم، لان الفوليوم ده انت مش بتتحكم في البريشر، وبالتالي ممكن تحتاج بريشر عالي جدا عشان تاتشيف التايدال فوليوم، وده يؤدي الى مشاكل وحاجات زي كده. ف هتلاقي اللي ظاهر بقوه في الوقت الحالي حاجه اسمها بريشر ريجوليتد فوليوم كنترول، ده مود من المودز اللي موجوده في الفنتليتور ظريف جدا، اللي هو بيجمع بين الاثنين. يعني بمعنى ان انا بحدد التايدال فوليوم وبقول له والله البريشر مش عايزه يكسيد الرقم ده، وبالتالي يبقى كاني بحدد البريشر وبحدد او بحدد التايدال فوليوم وبحدد البريشر، تمام. طيب بما اننا جبنا سيره التايدال فوليوم، طبعا اللانج بروتكتيف استراتيجي في مريض الازمه تعتمد ان انا ادي اللوست تايدال فوليوم بالنسبه للبيشنت ده، تمام، اللي هاتشيف برضه نورمال جاز اكسشينج، وقال والله الـ يعني هيبقى تايدال فوليوم بتاعي اراوند 5 6 في الحدود اللي زي كده،
تمام، يعني المفروض ان انا افويد ان انا ادي تايدال فوليوم عالي علشان قصه الباور توم. طيب الحاجه الثانيه ان انا احاول قدر الامكان استخدم اللو ريت، تمام، مش محتاج ان انا ادي هاي ريت علشان انا عايز ادي جود اكسبيراتوري تايم علشان الاو الاكسهاليشن والاو البي سي او 2 ان هو ما يبقاش تراد انسايد، وبالتالي مش هقدر اعمل ده الا ما اخلي الريت قليل واخلي الاي اي ريشيو بتاعتي يعني 1 تو 3. احنا في العادي بنخلي الاي اي ريشيو في الفنتليتور 1 تو 2، لا في البيشنت الازماتيك ده انا هخليه، لان هو اصلا النورمالي كده البيشنت الازماتيك بيبقى عنده برولونجد اكسبيراتوري فيز على اساس ان هو بيحاول يطلع السي او 2. فلو انا ما عملتش كده واديت البيشنت اي اي ريشيو قصيره والبيشنت ده فرضا بدا يسنكرونايز مع الفنتليتور، هيبقى في مشكله شديده جدا ان البيشنت ده هيبقى في الوقت اللي هو بيحاول يجزهل فيه هكون انا بدي له بريفيز، وبالتالي هيبقى فيه ان اديكويت فنتليشن ويترتب عليه برضه ان هيبقى الجاز اكستشينج مش سليم. وعلشان كده يفضل في الفيرست فيو اورز او حتى في الفيرست داي افتر انتوبيشن ان انا احاول ان انا اكيب البيشنت بارالايزد على اساس ان انا كنترول القصه دي تماما، تمام، مش عايز البيشنت سنكرونايز وهو اصلا بادي انا انتوبيتد هيم على بي سي او 2 اوف 80 ولا 70، تمام، فلما اجي انا اخليه كمان ياخد هيز بريث يبقى عمره ما هيحصل السنكرونايزيشن اللي انا عايزه، لان زي ما قلنا هو عنده بولونج اكسبيراتوري فيز وانا مش هعرف اعمل القصه دي غير ما انا اتحكم فيها بشكل كامل، تمام. وبالتالي اي هاف تو كونسيدر اول حاجه هيفي سيديشن، تاني حاجه النيو ماسكولار بلوكج، تمام. طيب لما نقول النيو ماسكولار بلوكج في حاجه في موضوع اتكلمنا فيه ايام كنا بنتكلم في السيديشن، زي ما قلنا في حاجه اسمها الوزدرول، في حاجه تانية اسمها البولي نيو مايوبثي، تمام، حاجه اسمها كريتيكال النس، كريتيكال النس نيو بولي مايوبثي، تمام، ده بولي نيو مايوبثي. دي حاجه بتحصل طبعا لحالات الاي سي يو اللي زي ما قلنا من اسمها كريتيكال. من ضمن الحاجات اللي بتزود الكريتيكال النس نيو مايوبثي واحنا للاسف شفناها في حالات كتير الستيرويدز، تمام، والبيشنت الازماتيك بياخد ستيرويدز. طب ايه كمان؟ النيو ماسكولار بلوكج والبيشنت الازماتيك بياخد نيو ماسكولار بلوكج. طب ايه كمان؟ المغنيسيوم سلفيت والبيشنت الازماتيك بديله مغنيسيوم سلفيت. وبالتالي عشان كده قلنا ان تجربه او اكسبيرينس اوف بوتينج ازماتيك بيشنت اون فنتليتور فعلا تجربه مريره جدا وصعبه جدا، تمام، لانك انت هتحتاج تعمل كل ده مش هتقدر توقفهم، وبالتالي هيترتب على كده ايه ان البيشنت ده ممكن تبقى انت اصلا انتيوبيتد هيم علشان قصه ان انا حاسس ان الفنتليشن وحاجات زي كده، وبعد ما يخلص البيشنت ده ممكن يبقى عنده ماسل ويستنج وهايبوتونيا وفلاسيديتي، ويفضل في الفتره دي 50% بس اللي بيحصل لهم ريكفري كومبليت ريكفري من الكريتيكال انس نيو مايوباثي، تمام. وبالتالي مهم جدا ان انا لما اكون حاطط البيشنت على الفنتليتور دايما اكونسيدر ان انا امانج هيم كلينيكالي او ميديكالي بشكل يخليني احاول امينيمايز الفنتليشن قدر الامكان، تمام. من الحاجات اللي بما اننا كنا بنتكلم على الفنتليشن بارامترز من الحاجات اللي مهمه جدا طبعا البيب. طبعا البيشنت عنده اوتو بيبنج فمش مطلوب مني ان انا اديله بيب عالي، يعني فرضا ان انا بدي البيب في العادي بدي وليكن بيبو في 6 بيبو في 7، لا في البيشنت ده هديله بيبو في 4 بيبو في 5، يعني ايه هحاول ادي لو بيب يعني وليكن 4، تمام، على اساس ان البيشنت عنده اوتو بيبنج فانا اقلل الاوتو تيرم، تمام. في حاجه مهمه قوي عشان ممكن يكون ده ميس كونسبت عندنا في الفنتيليشن، ان بنقول ان الهاي بريشر بيعمل باور تروما فانا الهاي بريشر ان هم عايزين على طول البي اي بي، لا هو البي اي بي او البيب مش ده اللي بيعمل الباور تروما، اللي بيعمل الباور تروما الالفيلر بريشر او بمعنى اخر حاجه اسمها البلاتو بريشر. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اكون محتاج بي اي بي عالي جدا، تمام، علشان اوصل الفلو للالفيولار، تمام. طيب ليه بحتاج البريشر العالي ده؟ لاني عندي الاير ويز نارد فبحتاج بريشر عالي كده عشان اوفر كام ريزيستنس دي.
طب اللي بيوصل من الفلو بعد ما يفيس الريزيستنس العاليه دي عشان يعمل بريشر في الالفيولاي، هو ده اللي بيتقال عليها الفيولار بريشر. بمعنى انا ممكن اكون بدي البي اي بي بتاعي مثلا 18، لكن الاكشوال بريشر اللي داخل في جوه الالفيولاي ممكن يبقى 12 فرضا يعني، تمام؟ فعشان كده هم قالوا اللي بيعمل الباراتروما هو الايه؟ هو البلاتو بريشر. طب انا المفروض الفنتليتور اعرف ازاي البلاتو بريشر؟ حاجه بسيطه جدا، انا وانا بدي البريشر بتاعي والبي اي بي وكده، في بعض الفنتليتورز بيبقى حاجه اسمها الاسبيراتوري بوز، تمام؟ فبضغط على الاسبيراتوري بوز بوقف الفلو، تمام؟ وبيبدا يظهر على الفنتليتور ريدنج بتاعت البلاتو بريشر، تمام؟ وبالتالي اصطلحوا كده ان انا البلاتو بريشر بتاعي على الفنتليتور المفروض ما يتجاوزش 25، تمام؟ فالبلاتو بريشر شود نوت اكسيد 25، لو انا اكتر من 25 يبقى البيشنت ده عنده هاي ريسك فور الايه؟ الباراتروما، تمام؟ طيب خلال الفتره اللي انا حاطط البيشنت فيها على الفنتليتور لازم كل يوم احاول ان انا اسس البيشنت كلينيكالي عشان اعرف اذا كان البيشنت كانديديت تو بي ويند من الفنتليتور ولا لا. وده معناه ايه؟ معناه ان انا مستمر في الميديكال مانجمنت بتاعي، بدي المغنيسيوم سلفيت بتاعتي، بدي السلبيتامول فريكوينت نيبولايزيشنز، بدي الاستيرويدز، تمام؟ وطبعا الاستيرويدز يعني هو عندنا كده برضه في البروتوكول بتاعنا، والله البيشنت بيبدا في الاول الهيدروكورت، طب ما فيش جود ريسبونس، فبنحوله على مثال بريتنيزولون، بنديه مثلا 6 اورلي 2 ام جي بير كي جي بير دوز. طيب شفت اول يوم على الدوز دي، بعد كده تاني يوم بخليها بي اي دي، وممكن اكمل بي اي دي لفتره لحد ما البيشنت يكون والله كانديديت فور اكستيوبيشن. مهم جدا ان انا يعني برضو في الازمه الانتيبيوتكس مش مانداتوري، يعني لازم يكون عندي ريزون، ممكن يكون بيشنت ازماتيك واحتاج القصه دي كلها، بس ما يكونش الاكزاسبيشن بسبب الايه، ممكن يكون بسبب فيروس، تمام؟ بتحصل كتير جدا، وبالتالي الانتيبيوتيك مالوش اي قيمه. فطيب لو انا فرضا عندي بسبب حاجه بكتيريال او عندي الكالتشر بتاعتي طلع بوزيتيف، يبقى انا مهم ان انا اشتغل على البكتيريا دي بالانتيبيوتيك بتاعي عشان اقلل الـ يعني الاكزاسبيشن اوف ازما، وبالتالي اسهل عمليه ان انا افصل البيشنت من على الفنتليتور. طيب البيشنت الازماتيك طبعا بعد ما خلاص فرضا ان احنا نجحنا في الاسسمنت دي الاسسمنت وعملنا الميديكال مانجمنت بتاعنا وقدرنا ان احنا نكنترول، وعرفت ان انا قدرت الكنترول ازاي، ان انا بدات اقلل الفريكوانسي اوف نيبولايزيشنز، كنت بديله على الفنتليتور مثلا 2 اورلي بدات اديله 4 اورلي، تمام؟ بدات اسس كل شويه، شايف عندي الجرافس طبعا بيبقى باين على الجرافس بتاعتي اذا كان في برونكو سبازم ولا لا في الفلو جراف، وبيبان اذا كان في برضه في الفوليوم، تمام؟ والبريشر جراف، فبقدر اعرف اذا كان البيشنت ستيل هافينج اليمنت اوف برونكو كونستريكشن ولا، يعني مش بس بالسماعه، الفنتليتورز الحديثه كلها بتقدر بعرف من خلال السكرين نفسها اذا كان البيشنت فيه برونكو كونستريكشن ولا. كل ما الاقي ان البيشنت بدا احتياجه للبرونكودايليتورز اقل، تمام؟ فببدا بالتالي اسبيس الفريكوانسي. الحاجات اللي انا دخلتها في الاخر هي اول حاجه ببدا اوقفها، يعني بمعنى كان البيشنت والله احتاج امينوفيلين فببدا اوقف الامينوفيلين، تمام؟ احتاج المغنيسيوم سلفيت ببدا اقلل الانفيوجن، يعني فرض المغنيسيوم سلفيت بتاعي كنت بديه انفيوجن 30 ام جي بير كي جي بير اور، فببدا انزل المغنيسيوم سلفيت انفيوجن بتاعي من 30 ل 25 ل 20 ل 15، بقلله بخمسه، وكل ست ساعات ببدا اسس البيشنت هاوز هي، تمام؟ طيب لحد ما وقف المغنيسيوم سلفيت. ففرضا انا بتكلم على البيشنت اللي هو الموست سيفير اللي احتاج كله، فوقفنا الامينوفيلين في الاول، وقفنا المغنيسيوم سلفيت، تمام؟ فرضا احتاج اي في سلبيتامول نفس الحكايه، ببدا اوين داون جرادولي واسس الريسبونس كلينيكالي. طيب وبدات ادي نيبلايزيشن وبدات احس ان انا والله بدي في الرينج الطبيعي اللي ممكن يخليني اقول ان انا اي كان اكستيويت البيشنت واي كان شفت هيم تو هاي ديبندنسي يونت، يعني بدي مثلا 3 اورلي او 4 اورلي نيبولايزيشن. ففي الوقت ده وديت كورس اوف ستيرويدز وباين عندي ان الدنيا كلها كويسه، ولو كان في اي اكس راي فايننج معينه
مقلقه والله الاكس راي فايندنجز دي خلاص بقت احسن تمام. ففي الوقت الحالي وبلاد جاز وايز البيشنت بقى لس هايبوكسيك تمام مينتيننج ساتوريشن، ففي الوقت ده ابدا اسال نفسي البيشنت از ريدي فور اكستوبيشن ولا لا. وبمجرد ما بيتحقق الحاجات دي، لان هي مور ليس الازمه از ميديكال تريتمنت، الفنتيليشن از ا سبورتيف تريتمنت، اتس نوت ا تريتمنت فور ذا كوز تمام. فلما ببدا من خلال الراوند بتاعي لقيت ان كل الميديكيشنز بتاعتي بدات وينت وتيبرت داون، ففي الحاله دي اقدر اكونسيدر وما عادش في اكس راي فايندنج معينه مقلقه بالنسبه لي تمام. ف اي كان كونسيدر اكستوبيشن اوف ذا بيشنت تمام. ده يعني يعتبر من عجاله كده الملخص او قصه طفل جاي باكيوت سيفير ازمه، بدانا فيه في الامرجنسي وانتهينا فيه في العنايه المركزه، وبعون الله لو مشينا على القاعده دي باذن الله هتبدا ان شاء الله تشيله من على الفنتيليتور لو احتاج فنتيليتور وترجعه تاني للو كير يونت او الهاي ديبندنسي يونت. اتمنى يكون الموضوع يعني كان كويس، وان شاء الله يعني في حد من الزملاء الدكاتره هيتكلم عن الازمه، ما عنديش تفاصيل بس يعني اعتقد هيتكلم عن الكنترولرز وعن الازمه اللي مش هتحتاج العنايه المركزه ان شاء الله. شكرا ليكم ولحسن استماعكم، وان شاء الله نتقابل في موضوع تاني.